السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الله يبارك حضرتك ومصوتك. حياكم. معلش، كل عام وحضرتك خير، تقبل الله منا وحضرتك. وأنت طيب، الله يبارك حضرتك. تفضل. لو واحد وكلني بأموال لفقير، ها، ففي هو عايز يديها، يعني الفقير أكثر احتياجا، بس هو يعني الأموال دي يدهاني على أساس إن هو على الفقير ده، ففي فقير أكثر منه محتاج أكثر مني يعني. يعني هو سمى لك الفقير؟ لم يسمي لي الفقير آه، ولا قال خذها وأعطيها للفقراء. لا، أنا اللي سميت له الفقير. الفقير هذا يعني أنا قلت له في فقير محتاج كذا، فهو قال لي الأكثر احتياجا. سميته أو وصفته؟ أنا وصفته. ها؟ نعم، نعم، سميته أو وصفته؟ لا وصفته، ما سميتهوش وما يعرفوش. أيوه، نعم، هل ينفع ان انا ابدلها؟ ينفع تبدلها. وأخبره أنك بدلتها لأن هنا وجدت من هناك أحوج. بس تمام، صح، الله يوفقك ربنا يبارك في حضرتك. وإياكم.